يا رب اعمل من اجل اسمك. طب نقولها بس بروح الصلاه، يعني كل واحد من قلبه كده يقول له يا رب اعمل من اجل ايه، في الكنيسه وفي البيت وفي كل الناس اللي قريبين واللي بعيدين. اللي قريبين تثبتهم وتستخدمهم، والبعيدين تجيبهم لكنيستك، ويا رب اعمل من اجل ايه. نقولها مع بعض، يا رب اعمل من اجل اسمك، ليس لكوني برا عينك، لتكن عينا مفتوحة وأذنا أتان، لتكن مفتوحة وأذناك مصغية إلى تنهد شعبك. ادينا يا رب انت إيمان نشوف خلاص عدى، حتى لو كان فئتنا النار، حتى لو كان فمك البحر، حتى فئتنا النار، حتى لو كان فمك البحر، عجيب عملاه يفوق الخيال. يا رب اعمل اجل اسمك، ليس لكوني بار في عينه، لتكن عيناك مفتوحة وأذنه، لتكن عينا مفتوحة وأذنا مصغية إلى صوته. تنهد شعبك، نترك الجرى عند الأبيار، نبشر بخلاص إله جبار، هذا المكسر القيود، هذا المكسر القيود، قام من القبر بكل انتصار. يا رب اعمل من اجل اسمك، مفتوحة وأذنا مصغية إلى صوتي. تنهد شعب، ليس لنا، ليس لنا يا رب نحوك عيوننا، ارحم عظيم لطفك، ارحم شعبك عظيم، وبنعمتك سهل سبلك. يا رب اعمل اجل اسمك، ليس لكوني بار في عينه، لتكن عيناه وأذناك مصغية، لتكن مفتوحة وأذناك مصغية إلى صوتي. تنهد شعب، تعيش وتصلي.
هنكمل دراستنا لرسالة معلمنا بولس الرسول إلى تلميذه تيموثاوس الرسالة الثانية. احنا قلنا إن دي ضمن أربع رسائل اسمها الرسائل رعوية، يعني مبعوثة لرعاة اللي هم مين؟ تيموثاوس الأولى والثانية، ومين تاني؟ وتيتوس وفيليمون. احنا بنعيد كل مرة ليه؟ عشان تبقى محفوظة في دماغنا. اما عايزين حاجة تتكلم عن الرعاية نبص نلاقيها موجودة فين؟ في الرسالة. طب لو احنا قلنا ان عايزين رسالة تتكلم عن مفهوم الخلاص، نقرأ رسالة ايه؟ رومية. رسالة رومية بتتكلم عن مفهوم الخلاص. طب لو رسالة كلها مشاكل احنا لسه ما درسناهاش، يبقى كرونسوس الاولى وكرونسوس الثانية، كلهم المشاكل اللي حصلت في بلد اسمها كرونسوس. طيب اما نيجي نقول ان الكنيسة جسد المسيح، يبقى رسالة ايه؟ طيب نبتديها من الاول، المسيح رأس الكنيسة، تبقى رسالة ايه؟ ها اتنين مع بعض، افسس وايه؟ وكولوسي. افسس المسيح رأس الكنيسة، وبعدين كولوسي تقول الكنيسة كمان هي ايه؟ جسد المسيح. يبقى احنا اما نعرف المفهوم بتاع الرسالة بنقدر نعرف هي هتكلمنا عن ايه، وعشان كده مهم ان احنا كل مرة نقعد نراجع. احنا بندرس دلوقتي الرسالة الرعوية دي، اتكتبت سنة كام بقى الرسالة دي؟ 67 او اواخر 67 لحد 68، اللي هي السنة اللي استشهد فيها مين؟ معلمنا القديس بولس الرسول. واهمية الرسالة دي انها اخر رسالة كتبها بولس الرسول، وكان بيودع فيها تلميذه مين؟ تيموثاوس. احنا قلنا ان في الرسالة في البداية شجعه وابتدى يقول له خلي بالك، انت حاول ان انت تكون من الناس اللي عندهم امانة في الجهاد، وقال له كمان ما تخجلش لا بسلسلتي ولا بالكرازة بانجيل ربنا يسوع المسيح، وكمان اداله ثلاث تشبيهات في بداية الاصحاح الثاني عن الخادم. مين يقول لنا ايه الثلاث تشبيهات؟ ايوه الجندي، ها وايه كمان؟ الرياضي، صح ايوه، والفلاح اللي بيحرس الارض. يبقى الثلاث تشبيهات دول بيشبه بيهم اي خادم بيخدم، ان هو يا اما زي الجندي الملتزم اللي بيخضع للقائد بتاعه، او زي الرياضي اللي بيخضع لتدريبات عنيفه والقوانين للعبه لازم يلتزم بيها عشان ينجح، ولازم يلتزم مع مدرب اللي بيدربه عشان يقدر يتقدم في لعبته، كمان زي اللي بيحرس. عشان كده كمان المسيح قال لنا كده من يضع يده على المحراس وينظر الى الوراء لا ايه، يبقى اللي ماشي على المحراس ده لازم يمشي في خط مستقيم عشان يقدر ان هو يخلص الارض كلها وينقيها من كل الشوائب وكل العيوب. بعد ما قال له الثلاث تشبيهات دول احنا وصلنا لحد اي عشرة، وبيقول انا الحاجات دي كلها انا بكرز بيها في الانجيل الذي فيه احتمل المشقات حتى القيود كمذنب، لكن كلمة الله لا تقيد. وقلنا ان كلمة ربنا ما بتتقيدش، لان الرسالة دي مكتوبة من فين؟ من السجن. لكن هل قدروا ان هم يحبسوا الكلام بتاع بولس الرسول؟ لا. ولكن بولس الرسول رغم وجوده في السجن الا انه مثلا كرز لواحد زي عبد كان هربان من سيده اسمه ها انسيموس، اللي كان هربان من فيليمون، وكمان في فيليبي امن على ايديه الحارس بتاع سجن فيليبي. يبقى حتى وجوده في السجن كان سبب بشارة، وكان سبب كرازة كبيرة جدا لبولس الرسول، وكان بيكرز ببشارة الملكوت حتى هو ايه في السجن، لان كلمة الله لا ايه لا تقيد. مفيش حاجة تقدر تأيد كلمة ربنا حتى وإن كان هو مسجون، لكن كلمة ربنا كانت بتأتي ثمارها اللي أرسلت لأجله. بيقول كمان إيه؟ لأجل ذلك أنا أصبر على كل شيء لأجل المختارين لكي يحصلهم أيضا على الخلاص الذي في المسيح يسوع مع مجد أبدي. اما يجي واحد يقول له طب يا بولس الرسول انت ايه اللي بيخليك تقعد تحتمل كل هذه الالام، وكنت الاول من اشراف الجنس، وكنت معلم زمانك هتبقى غملائيل مثلا معلم الناموس الثاني،
وكنت من متفوق على كثيرين من اطرابك اللي هم الناس اللي من نفس سنك، وكنت مشهود لك ان انت في الناموس بلا لوم. ايه اللي يخليك تسيب المجد ده والفلسفه والعلم اللي عندك والسلطان اللي انت واخده من ان انت ليك واخد الجنسيه الرومانيه؟ ايه اللي يخليك تسيب كل الكلام ده وتفضل تتبهدل وانت عمال تكرز بالمسيح ومن سجن لسجن ومن بلد لبلد ومن رجم الضرب بالعصايه لغرق في السفينه؟ ايه اللي يخليك تحتمل كل ده؟ بيقول بصوا بقى الرجاء بتاعه بيقول ايه؟ انا بصبر على كل شيء لاجل مين؟ المختارين، الناس المختارين دول اللي لسه ما عرفوش ربنا. انا عايز او قلبي وكلني على ان الناس دي كلها لو ما امنتش المسيح هيكون مصيرها ايه؟ فانا عايز لهم المجد الابدي، وعشان كده انا بتعب لاجل المختارين دول عشان توصل لهم كلمه ربنا، ولما يامنوا بكلمه ربنا ويسكن فيهم المسيح ويقبلوا عطيه الروح القدس ويصيروا خدام عاملين بالكلمه لا سامعين فقط خادعين انفسهم، يحصل لهم ايه بقى؟ ينالوا المجد الابدي اللي من المسيح يسوع. طيب واللي سابه فضل عايش في الدنيا جمع فلوس ورب اولاده وعاش في شهواته ونزواته، طب وفي الاخر بقى ايه؟ هيوصل لهلاك ابدي. فعشان كده بولس الرسول كان بيتعب، ورغم تعبه ده كان بيحتمل وبيصبر عشان في الاخر المختارين ينالوا ميراث الملكوت مع مجد ابدي. صادقه هي الكلمه، يعني الكلام اللي انا بقوله ده ما فيهوش فيه شك ولازم يتقبل زي ما هو. ان كنا قد متنا معه فسنحيا ايضا معه. ان كنا قد متنا معه فسنحيا ايضا ايه؟ معه. متنا مع مين؟ طب امتى احنا متنا مع المسيح؟ ودفننا معه في المعمودية التي فيها اقمتم ايضا. يبقى احنا متنا معاه وبنحيا ايه؟ معاه. طب في حد في السماء هيكون ليه قيامة غير الانسان، غير الناس اللي هم امنوا بالمسيح؟ يعني في القيامة في اليوم الاخير هينالوا الحياة الابدية ويرث النعيم الابدي الا اذا كان ليهم ايمان بالمسيح؟ مش ممكن حد ينال قيامة مع الابرار الا اذا كان امن بمين؟ بربنا يسوع المسيح. واعتمدنا لموته فدفننا معه بالمعمودية التي فيها اقمتم ايضا. طب ما نقول احنا خلاص اتعمدنا وخلاص، يبقى كل واحد اتعمد هيخش السماء؟ لا، اللي خلي بالكوا بقى اللي سلك في نفس الايمان وبنفس القوة وبنفس السعي لحد ما اخر يوم في حياته. عشان كده بنقول ايه؟ الى النفس الايه؟ الاخير. ليه الى النفس الاخير؟ لان ممكن في ناس شفناهم بعد ما بدوا بالروح كملوا بالجسد ونهايتهم كانت الهلاك. وشفنا في بداية الرسالة بيقول في جلس وهرموجانوس، وهيجي يقول على اثنين تانيين ان دول بقوا يعلموا تعاليم باطلة. طب الناس دي ما هي بعد ما كانت مآمنة بالمسيح ودخلت في الايمان سابت الايمان، وعشان كده احنا سعينا كله ان احنا ايه؟ نكمل حياتنا مع المسيح. وعشان كده الكنيسة بتعمل لنا حاجات كثيرة للإماتة. احنا متنا في فين؟ في المعمودية. لكن خلوا بالكم ان احنا لازم في اعمال بيسموها اعمال الاماته. يعني ايه اعمال الاماته؟ ان انا لازم افكر نفسي كل يوم ان انا في حاجات مت عنها. يعني تيجي فكره وحشه تحارب راسي اقول لا انا مت عن الافكار الايه؟ الوحشه. طيب تيجي مشاعر غضب او غيظ من حد وعايز انتقم منه اقول لا انا مت عن شهوه الانتقام وحب النقمه دي. وقال كده المسيح قال لا تنتقموا لانفسكم، ليه النقمه؟ انا اجازي يقول الرب، فانا مش هنتقم لنفسي. طيب تيجي تتحرك في غريزه شهوه الاكل نقول لا عندنا ثلاث ايام هنصومهم ليونان وبعدهم اربع وجمعه وبعدهم صوم كبير، وكل الكلام ده اعمال اسمها اعمال ايه؟ إماتة. الإنسان اللي بيحب نفسه وعايز يعيش في فرح وفاكر إن الأكل هو اللي هيفرحه أو هيغذيه، تبص تلاقيه مش قابل الحاجات دي ويقعد ينتقد فيها وفي قانون الكنيسة. لكن الإنسان اللي فرحان عارف يقول كده إن كنا قد متنا معه فإيه؟ سنحيا أيضا معه. ولكن معنى كده إن إحنا على قد ما إحنا بنتعب وبنعمل
بنجاهد عشان نموت الإنسان العتيق على قد ما يبان فينا الجديد الفاخر الذي يتجدد بحسب المعرفة. يبقى أنا كل ما أنا بسعى وبموت الإنسان العتيق يبان فيا الإنسان الجديد، ويبان فيا نور المسيح، ويبان فيا مجد الحياة الأبدية حتى وأنا على الأرض. يبقى احنا دلوقتي ان كنا قد متنا معه فسنحيا ايضا معه. في واحد تبص تلاقيه ايه عايش حياته كلها تعبان، وبعدين يقول ايه انا ما فيش في حياتي كان ولا يوم يفرح. وواحد تاني تبص تلاقيه عايش حياته كلها مبسوط وكل كل حاجة حواليه بالزيادة وبالخير وبتاع ده. تبص تلاقي الاتنين يقفوا قدام ربنا، يجي واحد يقول له انت استوفيت خيراتك على ايه؟ على الارض، وكذلك لعازر البلايا. فساعات الواحد عشان مش شايف الحساب في الابدية فيجي ممكن يتذمر على الحياة اللي هو عايشها في الارض. ممكن حياته تبقى فيها مشاكل اليومين دول على الارض، او لو فيها خير على الارض، حتى لو فيها خير على الارض يقول لا ده الخير ده ربنا مش بعته لي لوحدي، ده انا بعته عشان ايه؟ يوجد من يفرق فيزداد ايضا. احفظوا الايه دي، يوجد من يفرق فايه؟ قولوها تاني، يوجد من يفرق فيزداد ايضا، ومن يمسك ولكن الى الفقر لان هياخد ايه معاه؟ كل اللي عمله هيروح في التراب. يبقى لو واحد بيحط في قلبه باستمرار ان انا مت عن اعمال الشر ومت عن افكار الشر واحتملت مع المسيح، يبقى انا زي ما مت معاه زي ما ايه عايش معاه. طب واحد عايز يفضل عايش في تلذذ جسدي وفرح ومش عايز يقرس على نفسه لا في صوم ولا في صلاه، ويجي يقول للقداس ده بيعملوا الاداديس بدري قوي الساعه 7 الفجر، يعني يبقى عمال يعمل ايه؟ عمال ينتقد في كل حاجه تلزم جسده باي تعب. ليه؟ عايز الراحه، محب الايه؟ الراحه. طيب هل ده نقدر نقول ان كنا قد متنا معه سنحيا معه؟ لا، انت رفضت الموت، انت حبيت لنفسك حياة بطريقة بعدتك شوية ان انت تعيش مع ربنا. وعشان كده الكنيسة بتساعدنا جدا في اوقات كتيرة بالصلوات وبالاصوام وبالسهرات عشان نعمل ايه؟ عشان نقول كده ان كنا قد متنا معه فايه؟ حرف ان ده حرف ايه؟ ها؟ لا، هنا بيستخدم كايه؟ شرط. ان كنا قد متنا فسنحي. طب اذا ما متناش ها؟ يبقى مش هنحي. يبقى احنا بنشرط هنا على نفسنا ان كنا قد متنا، يبقى انا بفكر نفسي اني لازم اموت مع المسيح عشان ايه؟ يكون لي حياه معاه. ان كنا نصبر فسنملك ايضا معه. ليه بقى بيقول نصبر؟ لان واضح ان في مشاكل وفي ضيقات وفي اضطهادات. واضح ان انا مش صوم واحد ولا سنه واحده ولا لا، ده لازم ايه؟ اصبر. يقول لك كده الذين بصبر في العمل الصالح. واحد بيصبر على العمل الصالح، ممكن حد يضايقني وانا ما انتقمتش منه بس يفضل يغيظني كل يوم وانا ايه؟ بصبر لاني انا مش هنتقم لنفسي. ممكن حد يكون بيعاملني بعدم محبة او بيسيء الي وانا بصبر. يبقى الصبر ده يقول لك كده ان كنا نصبر فسنملك ايضا معه. في ناس مش هتقدر تملك معه. ليه؟ لانها ما صبرتش لحد ما المسيح يجي، وما صبرتش لحد ما تاخد المكافأة الحقيقية منه. هو عايز ياخد المكافأة ايه؟ هنا على الارض. وزي ما قلت لكم كده في ناس اخذت المكافأة على الارض بس قال له كده انت استوفيت خيراتك. او مثلا واحد بيصوم عشان الناس تشوف ان هو صايم، او بيصلي في الزوايا وفي الاماكن ظاهرا قدام الناس لكي الناس يمجدوه، يقول له برضو كده انت استوفيت ايه؟ اجرك. عشان كده وصية المسيح لينا اذا متى صليت فادخل متبعك واغلق بابك وصلي لابيك الذي يهرى في الخفاء. طب اعمل الكلام ده كله ايه؟ يوم واتنين؟ لا، بصبر، اصبر، طول بالك، لان في الاخر الاجر هيكون فين؟ في السماء.
في ناس ما قدرتش تصبر وما قدرتش تقبل، وعشان كده المسيح قال لهم متى جاء العريس في ملكه يعمل ايه بقى؟ يقول ائتوا بهم واذبحوهم قدامي. ليه؟ لانهم اما هؤلاء العبيد الذين لم يريدوا ان اتي واملك عليهم فاتوا بهم واذبحوهم قدامي. إن كنا ننكره فهو أيضا سينكرنا. وخلوا بالكم النهاردة في العشية كان برضو الإنجيل كده، من أنكرني قدام الناس فسينكر قدام أبي ملكيت أبي الذي في السماوات. فهنا الإنسان اللي بينكر المسيح هو بيقبل لنفسه إيه؟ هذا الإنكار. ليه؟ لأن أما عاش بينكر المسيح على الأرض ممكن نتيجة ضغط، نتيجة اضطهاد، نتيجة مضايقات، تبص تلاقي في الآخر إيه؟ يقول له خلي بالك، إذ أنت أنكرت المسيح على الأرض فهو إيه؟ أيضا سينكرنا. إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا، لا يقدر أن ينكر نفسه. عايز أفكركم حتة تفسر لكم الحتة دي بالظبط إيه. افتكروا في ليلة العشاء اما جه المسيح بيقول لهم انتوا كلكم هتشكوا فيا في هذه الليلة، راح بطرس اندفع وقال له ايه؟ ان انكرك الجميع فانا ايه؟ لا انكرك، لو اضطريت ان انا اموت معك. قال له قبل ان يصيح الديك مرتين تنكرني ايه؟ طيب اما بطرس عمل كده المسيح انكره؟ عشان كده بنقول سيبقى امينا الى الايه؟ لا يستطيع ان ينكر نفسه. طالما ان بطرس قدم توبه ورجع المسيح عمل ايه؟ طب ولكن لو كان فضل مستمر في انكاره كان حصل ايه؟ يبقى خلاص، يبقى انت انكرتني قدام الناس وانا سانكرك امام ملائكه. مش لازم الانكار اللي هو الواضح قدام الناس بالطريقه اللي هو واحد بيعلن ان هو رفض المسيح او بعد عن الايمان بالمسيح، ولكن في ناس بالاعمال بتاعتها بتعمل ايه؟ بتنكر المسيح. يعني ممكن حد بسبب لسانه السليط او اسلوبه اللي فيه غيظ وفيه حقد وفيه تعامل في شر مع الاخرين، تبص تلاقيه ده بينكر ايه؟ المسيح. لان المسيح اما قال لنا اتعلموا مني انا ايه؟ وديع ومتواضع القلب. يبقى واحد بيتعامل بعجرفه مع الناس وبيتعامل معاهم بلسان صليب، ده بينكر المسيح ولا لا؟ بينكره، بس مش بينكره بالكلام، بينكره بالايه؟ بالاعمال. في واحد يحب الشهوات ويحب النزوات ويجري ورا الكلام الزياده، طيب ما احنا ساعات بننكره، بس مش بننكره بالكلام، بننكره بالايه؟ بالاعمال، بننكره باعمالنا. ممكن واحد تبص تلاقي في قاعده ممكن يتكلم كلام وحش خالص على ناس مش موجودين معاه، وتبص تلاقي يبقى طالما ان او بيدين الناس، وهنا الادانه تعد ايه؟ انكار للمسيح، لان المسيح هو الديان الايه؟ العادل. لو انا قاعد وبدين الناس يبقى انا بنكر وجود مين؟ المسيح. يبقى احنا هنا في احيانا في ناس بتنكر المسيح بكلامها، وفي ناس بتنكر المسيح باعمالها، ولكن المسيح يبقى ايه؟ امينا. يعني ايه يبقى امينا؟ يعني اذا رجعت وقدمت توبة هتلاقي حضني مفتوح. وعشان كده زي ما بطرس انكر ثلاث مرات المسيح قال له يا سمعان ابن يونا اتحبني؟ قال له كم مره برضه؟ عشان يثبته ويرجعه ويوري له ان هو حتى وان كان انكر ثلاث مرات الا ان المسيح امين ولا يقدر ان ينكر ايه؟ نفسه. مش ممكن المسيح ينكر نفسه. احنا اولاده، وحتى ان كنا اخطانا او بعدنا او تعبنا في الحياه هو بيفضل فاتح حضنه، لا يستطيع ان ايه؟ ينكر نفسه. فكر بهذه الامور مناشدا قدام الرب ان لا يتمحكوا بالكلام. في ناس ابتدت ان هي تتمحك بالكلام، يعني ابتدت ايه؟ تاخد الكلام وتقعد تقلب فيه وتحاول تبعد بيه عن مضمونه او السبب اللي اتقالت ليه. وهنا بيقول له لا، انت فكر بهذا الامر. كلمة فكر معناها اتأمل، اقعد فكر كده، اتأمل يعني فكر، تقعد ايه؟ فكر ازاي الكلام ده هو صادق
وازاي الكلام ده هو اللي هيوصلني للسماء، وازاي ايماني بالمسيح الكامل ده هو اللي هيوصلني للملكوت، ازاي ان انا مصبر على المشقات والتعب والضيقات والاضطهادات والاحزان والاضطرابات والسجون، هو اللي في الاخر ده هينقلني ويتحول الى مجد ابدي في السماء. يبقى اذا كنا صبرنا، اذا كنا متنا هننال ايه؟ هنحيا وهنملك معاه اذا كنا نصبر. طيب الامر غير النافع للشيء لهدم السامعين. في ناس بتتكلم بكلام ما يفيدش اللي حواليها، يقعدوا يتكلموا، يعني مثلا زي ايه، واحد يقول خلاص الخلاص بتاع المسيح تم، وطالما ان انت امنت بدم المسيح اللي على الصليب انت خلاص خلصت. طيب واعمالك؟ يقول لك خلاص مش مهم الاعمال، انت طالما امن فقط، من امن واعتمد خلاص، مش انت امنت واعتمدت انت خلصت خلاص. طيب هل الكلام ده صح؟ لا، يبقى التعليم غير صحيح، لان بيقول لك كده تمموا خلاصكم بايه؟ خوف ورعدة. تمموا خلاصكم بخوف ورعدة. يبقى ازاي اتمم خلاصي؟ وامتى هيبان صبري وانا عايش بالايمان بالمسيح؟ فيقول هذا الشيء لهدم السامعين. ليه؟ لان ممكن واحد اما يسمع كده يعيش حياته بقى، وما يعيش حياته ممكن يقع في غلطات كتيرة، وبسببها ممكن ينكر المسيح سواء بالأعمال أو بالحياة، وساعتها ينال إيه؟ ينال حياة أبدية، ولما موت أبدي ينال ساعتها الموت الأبدي. وعشان كده بيقول له اجتهد أن تقيم نفسك لله مزكة، عاملا لا يغزى، مفصلا كلمة الحق بالاستقامة. اول حاجة خلي بالك ان في الموضوع محتاج جهاد. اجتهد يعني ايه؟ جاهد. جاهد ان تقيم نفسك لله مزكى. في واحد يتزكى قدام ربنا بسبب اتضاعه، بسبب عطائه، بسبب محبته للاخرين، هو دي الحاجة اللي تزكي الانسان قدام ربنا. لكن تفتكروا مثلا لو واحد ادى كل فلوسه وقال انا اديت كل فلوسي لربنا، دي حاجة تبسط ربنا؟ لا. يقول لك ان اطعمت كل اموالي وان اسلمت جسدي حتى احترق، ولكن ليس لي فلست ايه؟ شيئا. يبقى انا لو قدمت محبة افضل من ان انا ايه؟ اتفاخر بان انا قدمت فلوس. وهنا كلمة بقى ايه؟ مفصلا كلمة الحق بالايه؟ الاستقامة. كلمة استقامة دي اللي احنا بنقولها ارثوذكس، يعني ايه؟ كلام مستقيم لا يقبل التأويل، لا يقبل ان انا احط كلام يبلبل الناس اللي بتسمعه، او يشككهم في عقيدتهم، او يخليهم يسلكوا سلوك ما يرضيش ربنا بسبب ايه؟ كلام اللي هم بيقول يتماحكوا بالكلام، الامر غير النافع لشيء عشان هدم السامعين. كلمة مفصلة كلمة الحق باستقامة دي اللي احنا واخدناها وبنصلي بيها في كل قداس. والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة ايه؟ انعم بهم على كنيستك. واما نيجي نصلي لقداسة البابا نقول مفصلا كلمة الحق باستقامة راعيا شعبك بطهارة وايه؟ وبر. يبقى احنا مش المهم بس ان اللي يكون الراعي كده، لازم يكون بيفصل كلمة الله بالايه؟ بالاستقامة. يعني ايه تفصيل؟ يعني في وصية، الوصية موجودة، دور اللي بيعظ ان هو يعمل ايه؟ ان مثلا في حد مش عارف ازاي يحب قريبه، او مش عارف ازاي يحب جاره اللي مضايقه، فلازم ارشده ازاي يعمل. يبقى مفصل كلمة الحق باستقامة ان فيها تفاصيل لازم ان انا ايه؟ ارشد بيها الناس، ولازم اعلم بيها الناس. لكن هذه التفاصيل تبقى حسب مشيئتي انا وهوية؟ لا، بحسب الاستقامة، يعني بحسب ما انا استلمت زي ما ايه؟ اسلم. اما الاقوال الباطلة الدنسة فاجتنبها، لانهم يتقدمون لاكثر فجور، وكلمتهم ترعى كآكلة. الذين منهم هيمنايوس وفيليتوس، دول اتنين من الناس ابتدوا يعلموا ان خلاص. بص بيقول ايه؟ الذين زاغ عن الحق قائلين ان القيامة قد صارت فيقلبان ايمان قوم. الموضوع ده ايه اللي حصل؟ ابتدوا يقولوا ان خلاص القيامة حصلت مع المسيح، واحنا خلاص دلوقتي المفروض ان احنا نتمتع لان احنا خلاص قمنا. طب وهل دي حقيقة؟
حقيقة ومش حقيقة. احنا متنا مع المسيح وايه؟ وقمنا. ولكن لازم هنجاهد، لان في بعد كده هيبقى في نوم، اللي هو هنسيب في الجسد في الارض يرجع للتراب، وبعدين نرجع ناخده جسد سماوي في القيامة. لكن لما يجي يقول ان القيامة حصلت دلوقتي، فابتدى يقول للناس خلاص الجسد اللي انتوا عايشين ده عيشوا بيه زي ما تعيشوا، حتى لو عملتوا خطايا، عملتوا شهوات، عملتوا زلات، عشتوا زي ما عشتوا، يبقى ما فيش اي حساب عليكم. وعشان كده لو الناس سمعتهم وعاشت في الخطية هيكون نتيجتها ايه؟ الهلاك، ده هدم السامعين. وبعدين هم زاغوا عن الحق، لان فعلا احنا لحد النهاردة واحنا بنصلي بنقول وننتظر قيامة الايه؟ يعني في لسه قيامة للأموات. طب ما اللي احنا قمناها واحنا اطفال في المعمودية دي ايه؟ دي عشان نعيش مع المسيح فترة وجودنا على الارض، عشان نلاقي قيامة من الأموات فين؟ في المجيء الثاني لربنا يسوع المسيح. فيقلمان إيمان قوم، ولكن أساس الله الراسخ قد ثبت، إذ له هذا الختم يعلم الرب الذين هم له، وليتجنب الإسم كل من يسمى اسم المسيح. أنتوا عارفين أن كل واحد للمسيح مختوم على إيه؟ جبهته، صح؟ مش كده؟ مش شفنا في سفر الرؤيا مين فيكم درس معنا سفر الرؤيا؟ في مختومين على جباههم، في ناس كتيره مختومه على جباه. الختم ده احنا خدناه امتى؟ في الميرون بعد المعموديه. ده الذي به ختمتم ليوم الفداء، هو ده الختم اللي احنا خدناه. طيب اما اخذوا الختم ده، ربنا يبص من السماء يقول يعلم الله الذين هم ايه له. كل اللي عليهم الختم اللي امنوا باسم ربنا يسوع المسيح هم اللي مكتوب اسمائهم في سفر الحياة، وهم في الاخر اللي هيكون لهم نصيب في قيامة الايه؟ الابرار. يعلم الله الذين هم له، وليتجنب الاسم كل من يسمى باسم المسيح. يبقى اي واحد فينا بعد ما مات وقام مع المسيح بقى اسمه النهاردة ايه؟ مسيحي. بقينا كلنا على اسم المسيح. طيب نعمل ايه بقى؟ دورنا ان احنا ايه نعمل؟ ايه؟ نتجنب الاسم. يعني قاعدة فيها نميمة اعمل ايه؟ اتجنبها. حاجة هتخش فيها شتيمة برضو اتجنبها. نظرة لئيمة برضو ايه؟ اتجنبها. اي نظرة، كلمة، مشوار، يبقى ما ينفعش، لاني لازم اتجنب الايه؟ الاسم. حتى لو حد من اقرب الناس ليا بيجرني للشر لازم اعمل ايه؟ اتجنب الاسم. ولكن في بيت كبير ليس آنية من ذهب وفضة فقط. يعني ايه؟ احنا دلوقتي جوه الكنيسة، هل كل الاواني اواني ذهب؟ لا، بيقول كده في بيت كبير، اي بيت كبير هيبقى ليس آنية من ذهب وفضة فقط، بل من خشب وخزف أيضا، وتلك للكرامة وهذه للهوان. أنتوا عارفين إن الخزاف بيعمل من الخزف، ممكن يعمل إناء للكرامة وإناء للإيه؟ للهوان. ممكن حاجة تستغل تبقى زهرية جميلة يتحط فيها أحلى الورود، وحاجة تستخدم مثلا للزبالة. فهنا في إناء على حسب الاستخدام بتاعه. فإحنا بيقول لنا إيه بقى؟ فإن طهر أحد نفسه من هذه، يعني أنا لو ابتديت أطهر نفسي من الحاجات الوحشة اللي هتخليني إناء للهوان، هبقى إيه بقى؟ أكون إناء للإيه؟ للكرامة. يبقى إحنا كلنا ربنا اختارنا فيه عشان يكون لنا نصيب في السماء. ولكن كل واحد على حسب سلوكياته. واحد ابتدى يبقى عامل زي الإناء الذهب بسبب ان هو على طول بيحب ربنا، على طول بيحب الصلاة، على طول بيحب القراية في الكتاب المقدس، عمال يطهر نفسه كل يوم بعد يوم، فيبقى ده ليه مكانة فين؟ حلو في السماء. طب واحد عاش في الهوان وفي الذل، يبقى إناء، بس إناء للإيه؟ للهوان. فإن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة، مقدسا. مقدسا يعني مخصصا، نافعا للسيد، وده الانسان اللي بيكون مستعد لكل عمل ايه؟ صالح. عشان كده احنا دايما نصلي بيقول اذ نكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين
نزداد في كل عمل ايه؟ صالح. احنا عايزين يا رب نزداد في كل عمل صالح، بس يا رب انت حتى لو اديت لنا الكفاف احنا هيكون عندنا كل الشكر، لانك انت بتكمل كل احتياجاتنا، واحنا عايزين نكون مستعدين لكل عمل صالح. يبقى الانسان اللي ختم بالميرون ده بيعلم الله ان هو لي، ان هو له، يعني للمسيح. وهذا الانسان يتجنب الاسم، يبعد عن حاجات الشر، لان لازم يخلي باله ان في البيت الواحد في انية كثيرة، في الكنيسة في انية كثيرة، في ناس عمالة تمتلئ من الذهب وناس عمالة تمتلئ من كل قاذورات وكل حاجة مش نظيفة. ليه؟ لان زي ما انا بقبل اللي يخش فيا، حد بيقبل كلمة ربنا، بيقبل التسابيح والألحان والصلوات، بيقبل الآيات الحلوة المقدسة، بيقبل المزامير ويقعد يرفع قلب ربنا، تبص تلاقي ده عمال يطهر نفسه. طب والإنسان اللي عمال ينجس نفسه وينجس أفكاره وينجس أفعاله، واللي عمال يفكر بالشر وعمال يدين الآخرين وعمال يسعى للاغتياب والنميمة، يبقى ده عمال إيه؟ يملأ قلبه بالشرور. طب أما أملأ قلبي بالشرور هيبقى ليا إيه؟ مش هبقى إناء للكرامة، هبقى إناء للهوان. يبقى كل واحد بيختار لنفسه، يا إما يكون إناء للكرامة أو هيكون إناء للإيه؟ للهوان. أما شهوات الشبابية فاهرب منها واتبع البر والإيمان والمحبة والسلام مع الذين يدعون الرب من قلب نقي. كلمة مع الذين يدعون، خلوا بالكم أن الصحبة بتأثر على إيه؟ على الإنسان وسلوكياته. وفي مثل زمان كان يتقال كتير، يقول عرفني من هم أصدقائك وعرفك من أنت. يبقى أنا ما أقعد في وسط ناس حلوين مقدسين هيتكلموا كلام حلو مقدس هيرفع عقل الفين للسماء، ولما اكون قاعد مع ناس مستبحين هيقولوا كلام دنس ممكن ياخد قلبي وافكاري ومشاعري لافكار رضيه، يا اما ياخدوا يخلوني اجاريهم في الشر، في الاغتياب والنميمه او الشتيمه او الاهانه او الادانه، وكلها دي حاجات ما تليقش باولاد ربنا. يبقى عشان اهرب، كلمه اهرب دي يعني ايه؟ عارفين اما واحد يكون شايف تعبان هيعمل منه ايه؟ هيقعد يقرب منه ويتفرج عليه؟ لا، اهرب. عشان كده ده يفكرنا الشاب يوسف ازاي قدر ان هو ينجو من بوتيفار، ان هو عمل ايه؟ اهرب لحياتك. دي الكلمه اللي قالها كمان الملاك لنوح، اما قال له كده اهرب لحياتك ولا تنظر الى وراءك ولا تقف في كل الدائره، اهرب للجبل لكي تخلص. اهرب لحياتك يعني خلي بالك ان انت لو وقفت هتهلك، لو سكت، لو بصيت لورا هتهلك. وعشان كده اما امرأة لوط بصت لورا حصل لها ايه؟ صارت كعمود ملح. المباحثات الغبية والسخيفة اجتنبها. يعني ممكن واحد تبص تلاقيه عمال ايه؟ يتناقش في حاجة والحاجة دي ايه؟ ما تلاقش مباحثات سخيفة وغبية ومش هتوصلنا لحاجة، اعمل ايه برضو؟ اتجنب. علما انها تولد خصومات. يجي حد يقول لك انتوا بتروحوا في الكنيسه بتتناولوا، بتتناولوا ايه؟ هتقعدي تحكي لهم جسد ودم ودم بيتحول ومش بيتحول، هو هيفهمك ولا هم هيفهموك ولا انت هتفهميه. يبقى انا اعمل ايه؟ اتجنبها ولا اتكلم فيها؟ يجي لبتوع جامعه يجي يقول لهم ايه؟ هو انتوا فعلا بتؤمنوا ان المسيح هو الله؟ طب هل هدف السؤال ده للتحقق من عقيده ولا هدفه مباحثات غبيه؟ يبقى اما الاقي ان في مباحثات غبيه اعمل ايه؟ اتجنب، لانها تولد خصومات، وعبد الرب لا يحب ان ايه؟ يخاصم. يبقى سمه حقيقيه بتبين ان ده ولاد ربنا، ان هم شبه المسيح الذي كان لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع ايه؟ صوته. يبقى هنا اما اكون عبد ربنا بجد يبقى مش ممكن هكون في خصام مع حد. وعشان كده الحاجة الوحيدة اللي تمنع الانسان من التناول ممكن يكون واقع في خطية وتاب عنها، ما يتمنعوش من التناول. لكن اذا كان مخاصم حد يقول له اذهب اولا اعمل ايه؟ اصطلح مع اخيك وبعدين تعالى قدم قربانك.
بل يكون مترفقا بالجميع صالحا للتعليم صبورا على المشقات. شوفوا عمال يقول له كم مره خليك عندك صبر على الايه المشقات. طريق ربنا قد ما هو طريق مفرح وقد ما هو فيه تعزيه الا انه في بعض المشقات، وكل ما الواحد صبر على المشقات دي ينال بسببها الحياه الابد. مؤدبا بالوداع المقاومين، عسى ان يعطيهم الله طوبى لمعرفه الحق. كلمه عسى ان يعطيهم الله طوبى دي يعني ايه؟ يعني انا بصبر عليهم يمكن ربنا يفتح في يوم قلبهم، ولو اتفتح قلبهم هينجذبوا لطريق الحق فيقربوا ناحيه السماء ويبعدوا عن الشرور في الارض، فيستفيقوا من فخ ابليس. ليه؟ لان مين اللي مغمي عينيهم وعمال يجرهم وفي الاخر نهايتهم الهلاك؟ ده هو مين؟ ابليس. وهنا الشر اللي معمول زي الفخ اللي بيقع فيه كل واحد متهاون او مش واخد باله او مقفل عينيه، فيقول لك فيستفيقوا. يستفيقوا دي معناها ان هم كانوا ايه؟ زي السكرانين بالخطايا. اذا اقتناسهم قد اقتناسهم لارادته. كتير من الناس ممكن الشيطان يقتنسهم لارادته، وممكن تبص تلاقي واحد كده ايه وهو سرح، وتبص تلاقيه قلبه عمال يغلي بفكره شر وفكره شر وفكره شر، وبعدين يقول يرشم الصليب يقول ايه ده؟ ايه اللي انا فكرت فيه ده؟ ازاي وقعت في الخطيه دي؟ ازاي فكرت في ان انا انتقم لنفسي؟ ازاي فكرت ان انا ممكن اعمل خطيه زي دي؟ تبص تلاقي ايه؟ يستفيقوا من فخ ايه؟ ابليس. دايما ابليس بيحاول يعمل فخاخ عشان يجتذب الناس ليه. واحنا عشان كده كل العظات وكل التعليم وكل الحاجات اللي بتتقال في من الكتاب المقدس عشان تفوق الناس ويستفيقوا من ايه؟ ابليس. لالهنا كل مجد وكرم لانه. اتفضل انصلي. بسم الله والابن والروح القدس الالهنا احنا امين كده يا ليسون يا رب ارحمني يا رب ارحم يا رب بارك امين. المجد للاب والابن والروح القدس الالهنا كلها وانا ظهر ظهر كلها امين. اجعلنا يا رب مستحقين نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المسلمين علينا. ونشكر صنع خيرات رحم الله وربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح لأنه سترنا وعنا